هايل يا عادل، هايل. بس اضطريت ادفع فيهم زياده شويه، طمعت بنت الكلب. ليه؟ دفعت كام؟ $1000 في الواحد. مش مهم، انت مش جهزت لي كشف بمصاريفك؟ لا لسه. خلاص يا سيدي، يبقى جهزهولي وقدمهولي مع تقريرك عن رحلتك لاسرائيل من ساعه ما سافرت لحد ما رجعت، ابتداء من جيورا زايد مرورا بمازن الحلبي وتسبوره، وما تنساش ديانا مطر. ديانا؟ هو احنا هنحتاجها تاني؟ احتمال كبير يا عابد، عشان كده علاقتك بيها لازم تفضل مستمره وكويسه. لا بس انا اصلي كنت بفكر. ايه؟ في حاجه؟ كنت بفكر اتجوز وديانا دي. يا عابد 100 مره قلت لك قبل كده، ديانا دي شغل، شغل وبس، ملوش اي علاقه لا بالحب ولا بالجواز. انما تعالى هنا، انت فعلا ناوي تتجوز؟ اه فعلا. مين؟ مونيك. مونيك سيدح سلطان؟ اه سيدح سلطان. ايه عندك مانع؟ لا 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 بالعكس خالص، لا دي بنت كويسه قوي ومحترمه جدا. امتى؟ بكره. بكره على طول كده؟ هي شغاله معاكم مش كده؟ اه هي بتتعاون معانا في بعض حاجات. وهي عارفه اني شغال معاكم؟ اه عارفه عادي، مفيش مشكله خالص. يعني انت موافق على الجوازه دي؟ مش مهم موافقتها انا يا عابد، المهم ان هي اللي توافق. قول لي، الراجل اللي اسمه جابرييل ستولر صاحب شركه المقاولات جوز بنت جارتكو دي، قابلته ولا لسه؟ ما كانش في البلد لما كنت هناك. ليه؟ ساب اسرائيل وهاجر ولا ايه؟ لا، كان واخد مراته وطلعوا اجازه اليونان. اه ياه، ده احنا اتاخرنا قوي. يلا يا عابد. ايه؟ واحنا خارجين؟ مشوار صغير كده، يلا يلا يا عابد يلا. انزل يا عادل. ايه؟ انزل اركب العربية اللي ورانا. يلا يا عابد. اركب يا عابد. واحنا رايحين على فين؟ لما نوصل هناك هتفهم كل حاجة.
انت لسه نايم يا كسلان؟ مونيك صباح الخير يا حبيبتي. في حد يا استاذ ينام لغايه دلوقتي يوم جوازه؟ جواز انا؟ ايه نسيت ولا رجعت في كلامك؟ لا لا ارجع في كلامي ازاي؟ ده انا ما صدقت انك وافقتي. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 10. 10؟ انت فين دلوقتي؟ انا في البيت وبعد شويه هروح على المكتبه عشان اقدم على اجازه طويله، وبعدين ورايا مليون حاجه عشان اعملها لغايه ما اقابلك في دار عموديه باريس الساعه 2. دار عموديه باريس؟ ابد حبيبي، احنا هنتجوز هناك. طب انا هفوت على المصنع اطمن عليه واشوفك الساعه 2 قدام دار العموديه. ماشي داكوغ، بس ما تتاخرش عليا. اوكي يا حبيبتي. اوكي باي. هما اللي جابوا لي الفستان ومصممين يحتفلوا بينا طول النهار ويجوا معانا دار العمودية وعازمنا على السهرة الليلة. طب هو فين الناس؟ اهو. طيب هروح له شويه وارجع له. مساء. انا مش عارف هرد لك الجميل ده ازاي. جميل ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انا ما عملتش حاجه. لا لا بجد اللي عملته ده كتير قوي. بلاش كلام فارغ. انا بصراحه ما عملتش حاجه. اللي اتفق واللي خطط بولينا. اتفقت مع مونيك على كل حاجه. لو عاوز تشكر اشكر بولينا. انا بسمع كلمه بولينا بولينا بولينا، بتقولوا ايه عن بولينا؟ بولينا انا مش عارف اشكرك ازاي. انت مش قول حاجه ابدا. مونيك دي بنتي طيبه قوي، لو زعلتها انا هزعل منك جدا. دكار ابد. حاضر يا بولينا. قول لي بقى هتقضوا شهر العسل فين؟ احنا فكرنا في الريفيرا وهنقضيه هناك. هايل. هتسافروا امتى؟ بكره الصبح بدري. يا ترى بقى حجزتوا في اوتيل ولا لا؟ عابد اجر لنا شاليه هناك. شاليه محندق جنب سان تروبيز على البحر طوالي. برافو. لو حابين تيجوا معانا عابد يحجز لكم يا ريت. نو 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 نو، شهر العسل ده مش ينفع مع حد ابدا، لازم تكونوا لوحديكم.
انتوا تسافروا وتتبسطوا وتهيصوا، ما تحتلوش هم حاجة أبدا، المصنع هيمشي فل الفل، كل حاجة هتبقى مية مية. المصنع ده انت هتصفيه وتخلص منه نهائي، وهتقطع علاقتك باسحاق رينا وتصفي كل اعمالك في باريس، عشان لما تستقر في اسرائيل يبقى ده بيتم بشكل طبيعي ومحدش هناك يشك في اي حاجه. ايه مالك يا حبيبي؟ في حاجه؟ لا ابدا مفيش. لسه قدامنا كتير؟ قرب. عجبك الشاليه؟ جدا يا عابد، جدا حلو بشكل مش ممكن، مش معقول. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه. بقول لك ايه، ما تيجي نجيب الشنط ونغير هدومنا وننزل نتمشى على البحر شويه، ايه رايك؟ يا ريت يا عابد، يا ريت. يلا. لا انا عموما مش هتاخر في مصر كتير، ده هما 3 4 ايام وهرجع على طول. بس عادل، اذا عابد رجع باريس قبل كده لازم تبلغني على طول. ما تقلقش، انا هتابع المصنع اول باول، واول ما هيحصل هبلغك. ايه يا عبد؟ مالك؟ ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ شكلك مش طبيعي معمول. مش طبيعي ازاي يعني؟ طول الوقت متعود عليك وانت بتضحك وبتهزر، لكن من ساعة ما اتجوزنا وانت شكلك معمول. ايه يا عبد؟ انت ندمان ان احنا اتجوزنا؟ مالك؟ اوعي تفكري مرة تانية في حاجة زي دي. أنا أجمل حاجتين حصلوا لي في الدنيا إني اتعرفت عليكي وإني اتجوزتك. أمال مالك؟ مفيش، أفكر. بتفكر في إيه؟ في حاجات كتير. قولي لي، بتحبي العيال؟ طبعًا يا حبيبي. والأولاد أكتر ولا البنات؟ الاتنين. وأنا كمان. نفسك تجيب أولاد كتير؟ أولاد كتير؟ هم 8 بس وكفايه الحمد لله. ايه
دول يا فندم جوازين سفر اسرائيلي جابهم عدد. هايل هايل، الواد ده بيعمل شغل هايل. ده حقيقي يا فندم، وده تقرير كتبه عابد عن رحلته الاخرانيه لاسرائيل، بدايه من مقابلته مع جيورا زايد، مرورا باللي حصل بينه وبين ديانا مطر، وصولا للقائه بتسيبورا ومازن الحلبي. كويس ده. شفت اللي حصل في مطار بيروت يا يوسف؟ شفت يا فندم. بلطجه يا يوسف، بلطجه وقله ادب. تلات فرق كوماندوس يدخلوا بالهليكوبتر مطار عاصمة عربية ويدمروا كل الطيارات اللي فيه، بحجة إن في واحد فلسطيني ضرب رصاصتين على طيارة من بتوعهم في مطار أتينا من شهر فات. شفت افتراء أكتر من كده؟ زي ما سيادتك قلت يا فندم، بلطجة وقلة أدب. مش عارف إمتى يا فندم بقى هنرد عليهم ونوقفهم عند حدهم. قريب يا يوسف، قريب إن شاء الله. قولي أخبار توفيق فياض إيه؟ خلص تدريبه يا فندم ورجع لإسرائيل. استلم شغله في المينا؟ ده اللي هنعرفه من مواصلة يعقوب للاد إن شاء الله يا فندم. العيلة اللي فيك دي طول ما انت راكب البسكليت تكلم تكلم تكلم. انا باين الجهاز خواجي عشان الناس توسع وتفسح لي الطريق. يا سلام بتنيل، يعني شايف الشارع مدروس ناس قوي. عملت ايه مع المعلم عازر؟ اداني الفلوس ديت وكشف الحساب ده وبيقول لك الباقي بعد يومين. طيب كويس، روح انت بقى عشان الساعه داخله على 11، كفايه عليك كده. طب وانت مش هتروح عشان توصلني في سكتك؟ لا انا هقعد شويه علشان اعمل حسابات الدكان. هتقفل انت يعني؟ ايوه. طب انا بقى هاخد العجله اهوح بيها واجيبها يوم الحد الصبح معايا. خدها وريحني، بس هو حد سرقها منك؟ ما تخافش عليها يا خواجه، ده انا جن مصور. طيب شالوم يا جن. شالوم يا خواجه. مفيش فايدة في ابن المجنونة ده. على الخط يا فندم. قول له يبدأ الرسالة فورا. ادخل. خير يا يوسف؟ خير إن شاء الله يا فندم. أنا بس جيت أقول لسيادتك إن توفيق فياض وصل إسرائيل ورجع لشغله في المينا. هايل، كده بقت كل الأطراف داخل إسرائيل ما عاد عابد. نخلص بس يا فندم من موضوع المصنع ده وعابد يرجع اسرائيل ويستقر فيها ونبتدي الشغل ان شاء الله. امتى نخلص من حكايه المصنع دي بقى؟ احنا في انتظار الاخبار ان شاء الله يا فندم، واكيد مش هتتاخر كتير. تجنن. اسمعك ميرسي يا عبد. خليك انت، انا هقعد.
الو؟ ايوه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ اهدى 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 شوية وقول لي ايه اللي حصل بالظبط. طيب طيب ما تعملش اي حاجة لحد ما اجيلك، انا جايلك على طول. ايه يا عابد في ايه؟ عابد ايه اللي حصل؟ كارثة يا امنيك، كارثة. احنا لازم نرجع باريس فورا. انت جيت يا عبد. ايه اللي حصل يا عم اسحاق؟ بنت اتخرب، بنت اتخرب يا عبد. فهمني ايه اللي حصل؟ التجار الموزعين رجعوا كل البضاعة بتاعتنا، انتاج المصنع كله رجع، بنت اتخرب بقولك. رجع لي؟ شوف بنفسك. المصنع ده انت هتصفيه وتخلص منه نهائي، وهتقطع علاقتك باسحاق رينا، تصفي كل اعمالك في باريس عشان لما تستقر في اسرائيل يبقى ده بيتم بشكل طبيعي ومحدش هناك يشوف اي حاجه. كانوا عايزين ايه منك دول؟ التجار رافعين علينا قضايا كتير قوي يا عبد، طالبين تمن البضاعة اللي رجعت وتعويضات كتير قوي. مصيبة مصيبة وقعت فوق دماغنا، لعنة مش عارفين نخلص منها. ايوه فعلا يا عم اسحاق، مصيبة ولعنة وصابتنا، لكن عارف سببها مين؟ مين؟ اسأل نفسك، مين اللي خالف تعاليم الرب واتجوز واحدة من غير دينه؟ مين اللي ضحك على العمة إستر وكسر قلبها وتخلى عنها وهي قاعدة هناك بتحلم باليوم اللي يرجع فيه راجلها، راجلها سندها اللي خانها وخان الوطن؟ عابد انت بتقول ايه يا ابني؟ قدامك أسبوع تشوف لك حل في البلوة دي، وإذا ما تحلتش أنا عايز فلوسي كلها، ما ينقصوش أجرود. هات
تتخلى عني يا عابد. ما انا ياما قلت لك ده محل رزق، ما بلاش فيه النجاسة، انما انت صممت على الغلط وادي النتيجة خراب مستعجل. مونيك سيبوكي قولي له يسكت، قولي له يسكت. عابد اسكت يا مونيك. اسمع يا اسحاق، اسبوع اسبوع واحد، يا اما يرجع المصنع لحاله يا اما ترجع لي فلوسي، والا هبلغ فيك البوليس وهرجع اسرائيل افضحك هناك، فاهم؟ يلا يا مونيك، دي ناس ما تستاهلش. اركبي يا مونيك، بقول لك اركبي. ايه اللي انت عملته ده يا عابد؟ مونيك أرجوكي، إيه اللي أنت قلتهوله ده؟ كفاية مونيك أرجوكي كفاية. عابد ايه اللي حصل ده؟ غصب عني يا مونيك، غصب عني. قول لي يا حبيبي. مش قادر. اللي حصل ده ليه علاقة بمسيو جوزيف؟ جوزيف لي كوفير. وبعدين إيزاك هنعمل إيه؟ الزيت أكيد العيب في الزيت. دور مكة. ستوب.
زك، العيب مش في الزيت. ما العيب في ايه؟ في ايه؟ العيب في المكان يا اسحاق. العيب في المكان الخرده اللي انت لميته من كل حته شويه. عابد. ايوه عابد. عابد اللي وثق فيك واداك فلوسه وقف جنبك وما تأخرش عليك وصدق أحلامك وساعدك علشان تحققها، لكن للأسف غصب عني عابد، غصب عني. كنت عاوز أوفر في الفلوس شوية. أنا كان قصدي لا قصدي ولا قصدك. اللي حصل حصل، الكارثة وقعت. المهم دلوقتي ننقذ اللي ممكن ننقذه. صح صح، بس ازاي؟ انا جبت لك واحد مستعد يشتري المصنع ده منك بقيمته التجارية مش الفعلية، وفي الساعات دي هنقدر نسدد الفواتير والديون اللي علينا ونطلع فوقيهم كمان قرشين مش بطلين. يا ريت يا عابد، يا ريت. بس فين هو الواحد ده؟ اهو مسيو جان بيير مارتان. مسيو عابد، انا مش قلت انا اشتري مصنع، انا قلت عندي اللي يشتري مصنع مش انا. انا تحت امرك وامر اللي هيشتري يا مسيو بيير. طب يلا يلا نروح المكتب ونناقش التفاصيل ونخلص. يا عبد خلاص استريحت؟ الحمد لله جدا. هتلاقي يوسف قاعد مستنيك فوق. ازيك يا سيد يوسف؟ اتفضل يا سيد عابد. اهلا وسهلا. على الله يكون ضميرك استريح من ناحيه اسحاق. الحمد لله، الحقيقه الحل اللي انتوا عملتوه ده حل عبقري. طب كويس قوي، طمني الاول. اخبار مراتك ايه؟ كويس الحمد لله. عابد، مونيك دي بنت كويسه قوي ومحترمه قوي، انا عايزك تخلي بالك منها وتحطها جوه عينيك. البنت دي بنت جدعه وممكن تعتمد عليها وهتساعدك في حاجات كتير. ايوه انا بس كنت عايز اسال، مونيك بتتعاون معاكم وانا شغال معاكم، هل معنى كده ان اقدر اصارحها بكل حاجه؟ لا طبعا، ليس كل ما يعرف يقال يا عابد. اظن فهمني كويس. طبعا. نرجع بقى لشغلنا. انت قلت لي ان جوز بنت جارتكو بيشتغل في المقاولات، صح؟ مظبوط. علاقتك بيه ايه بالظبط؟ انا كل اللي اعرفه ان اسمه جابرييل ستولر وان عنده شركه مقاولات كبيره في حيفا وان ليه علاقات كتير في شركات كبيرة في تل أبيب، والمعلومات دي طبعاً عرفتها من مراته. مش مراته دي برضو تبقى سالومي؟ أيوة بالظبط. وأنت علاقتك بيها إيه بالظبط؟ يعني كويسة. أنا عارف إنها كويسة، بس كويسة لغاية فين يعني؟ كويسة يعني أصحاب. أصحاب. نرجع بقى للتقرير اللي جالنا من جوه اسرائيل. التقرير ده بيقول ان في اسرائيل حمى اسمها حمى المقاولات، او بمعنى اصح حمى التحصينات، وبيستشهد على كده بالحادثه اللي حصلت في مدينه صفد واتنشرت هناك في الجرايد من مده. التقرير بيقول يا سيدي بيقول في الفقرة دي: وقد قام جيش الدفاع الإسرائيلي بتكليف شركة مقاولات ببناء موقع دفاعي حصين في شمال البلاد. حلو؟ حلو. قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي استلمت الموقع ومضت إن الموقع مطابق للمواصفات، ودفعت 2 مليون ليرة للمقاول الإسرائيلي حسب الاتفاق معه. اتضح بعد كده إيه؟ وإن المقاول ما اكتفاش بسوري البنين. ايه رايك يا بطل؟ انتوا عايزين ايه من سولي البنين؟ عايزين يبقى لنا رجل جواها يا عابد.
عايزين نعرف الشركة دي بتعمل ايه بالظبط على جبهة القناة. هو المعروف عندنا ان كل الناس تصوروا ان العرب والمصريين هيستسلموا بعد هزيمة 67. ما كانش حد متخيل ان الحرب هتستمر، سواء عمليات الكوماندوس على جبهة القناة او عمليات المنظمات زي فتح وغيرها. علشان كده حصل اللي انت بتقول عليه واللي الناس سموه حمى التحصينات. سليل بونيه بقى اكبر شركة بتقوم ببنى تحصينات للجيش الاسرائيلي خصوصا في الجنوب. عشان كده عابد لازم يبقى لنا رجل جوه. هحاول بس ايه؟ يعني بخصوص علاقتي بسلومي دي، انا بقيت راجل متجوز يا يوسف بيه. عابد، سبق وقلت لك الحكايه دي قبل كده، علاقتك بسلومي او بغير سلومي علاقه عمل، ملهاش اي علاقه خالص بجوازك، ومش المفروض تاثر على علاقتك بمونيك. اظن انت فاهمني كويس. امسك يا عبد، ده كتاب الشفره الجديد، دور جواه تلاقي مواعيد الاتصال للفتره اللي جايه وترددات الارسال الجديده. قول لي، انت حاولت بقيه فلوسك اللي هنا لاسرائيل؟ ايوه. يبقى خلاص، تاخد مراتك وترجع على اسرائيل فورا وتبلغني اول ما توصل. بس اهم حاجه يا عابد تهتم بحكايه المقاولات دي. طيب، وبالنسبه لتوفيق فياض، انا مضطر مازن الحلبي. لا، مازن الحلبي لسه قدامه 10 ايام عقبال ما ينزل اجازه. بالنسبه للباقيين بقى هبقى ابلغك بعدين تعمل معهم ايه. اهم حاجه عندنا دلوقتي انك تستقر في حيفا، وانك تتصل بجبريل ستولر ده في اقرب وقت ممكن. يلا يلا بقى علشان ما تتاخرش على مونيك. اي اوامر تانيه حضرتك؟ سلم لي على مونيك. الله يسلمك، اشوف وشك بخير. خلي بالك من نفسك يا عبيد. سلام.